والزبير كلاهما من المبشرين بالجنة، حواري النبي عليه الصلاة والسلام الزبير، طلحة الفياض الجواد أوجب طلحة. كان طلحة يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، عنده عمران وصالح وعيسى وموسى، وكان الزبير يسمي أولاده بأسماء الشهداء من الصحابة. فعنده مصعب ابن الزبير على مين؟ على مصعب ابن عمير. عنده عروة ابن الزبير على عروة بن مسعود الثقفي، وهكذا هذلهم أبناء الزبير. فإذا التقيا قال الزبير لطلحة: إنك تسمي بأسماء الأنبياء ولا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أسمي بأسماء الشهداء وأسأل الله أن يرزق أولى أبناء الشهادة. فسبحان الله مات مصعب شهيدا إن شاء الله، مات عبد الله بن الزبير شهيدا إن شاء الله. وهكذا شوف النية حتى في تسمية وإنجاب الذرية. طيب النية